الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من بعده إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته نتحدث بحول الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن وفائه صلى الله عليه وسلم لمن قدم له معروفا ولو كان كافرا فبداية الوفاء قيمة إنسانية ولذلك قالوا الوفاء أخو الصدق والغدر أخو الكذب فمن فقد الوفاء فقد إنسانيته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من يجسد خلق الوفاء عمليا ولنضرب مثالا من سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم ففي المحرم من العام السابع من البعثة قاطعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومن عاونهم من بني هاشم وبني المطلب منعوا عنهم الطعام منعوا عنهم الشراب لم يزوجوهم ولم يتزوجوا منهم حتى مجرد الكلام قاطعوا المسلمين وحاصروهم في شعب أبي طالب لمدة 3 أعوام ومن هنا تحركت النخوة والمروءة في قلوب بعض رجالات قريش وهم على الكفر وليسوا على الإيمان هؤلاء الرجال كان أبرزهم هشام بن عمرو ومنهم أيضا زهير ابن أبي أمية وكذلك أبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وغيرهم من رجالات مكة الذين رفضوا هذه المقاطعة الظالمة وخرج هؤلاء جميعا ضد هذا العدوان على المسلمين وقاموا بتمزيق الصحيفة المعلقة في الكعبة رغم أنف الحاقدين من كفار قريش وخرج المسلمون من هذا الحصار بعد 3 أعوام بعدما ذاقوا ألوان الجوع والعذاب في داخل هذا الحصار حتى إن صراخ الأطفال والنساء كان يسمع من خلف هذا الشعب وكان هشام بن عمرو يأخذ البعير إلى أول باب الشعب ويضربه ويوجهه نحوه حتى يأخذه المسلمون ويسدوا به جوعتهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج المسلمون من هذا الحصار لم يكن ينسى صنيع من قدم له معروفا من هؤلاء الكفار كيف ذلك؟ لما كانت غزوة بدر الكبرى في العام 2 من الهجرة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أحدا من بني المطلب فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله لماذا يا رسول الله؟ لأن هؤلاء كانوا معه في الحصار وكان بعضهم أحد أسباب فك هذا الحصار عن المسلمين رغم كفرهم فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن لينسى من قدم له معروفا ولو كان كافرا فهذا هو عفوه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو وفاؤه صلى الله عليه وسلم وأخيرا السؤال أيها المشاهد الكريم هل إذا قدم إليك في هذا الزمان أحد الكفار معروفا هل تكافئه عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تقول إنه على غير الإسلام؟ أرجو من الله تعالى عموم النفع والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى